رمضان رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كنت وأنا ما رجعنا لكم فيديو جديد. كل عام وأنتم بخير. فيديو اليوم هو عبارة عن إفطار صائم. سوار وماسة مجهزين مجموعة أشياء راح يعطوهم اليوم هيك راح نعمل جولة حول البيت راح نشوف الناس المحتاجين ونعطيهم إفطار لرمضان. هاي فكرتي أنا نفس القضيم نزل رمضان للقضيم. طبعاً احنا كثير بنشجعكم ان تتذكروا الناس المحتاجين والناس الفقراء وتساعدوهم بشهر رمضان المبارك وغير شهر رمضان كمان. دلي بحبك. هاي تجهيزات جبناهم هيك. جبنا ماي لبن وجبنا كولا وجبنا تمر وجبنا شوكولاتة وخلص. وهاي العلم نعبي فيهم الرز. دلي نعبي. يلا خلي اخذ واحدة من هاي. انا عندي واحدة. خلاص انت عندي واحدة كي. نوعية شوكولاتة. شوكولاته طبري كتير استني اوكي هلا بحط لبن ما بحطش اوكي خلصت الكيس ما نسكره يلا هاي اول كيس خدي ماما اوكي انا سكليني يا كمان اخذ سكليني يا ما بس اسكله اوكي خليني اجيب الكولا ما حطيتش كولا حطيت انا هاد لا لازم بس اشي واحد قايد ما تكتفوا نجيبوا كيسات انا ما حطيتش لسه قايد ما خلص رمضان وزع اعمل زي هيك وزع لله عشان ربنا يحبنا بابا تعال ساعدنا اوكي هيك جهزة قايد نحط فيهم العرباي هاي نجيب الجرب بعد ساعتنا ربنا بحب الناس اللي بعطي بسم الله بسم الله بسم الله حين أعطي دون أن أدري لمن فلا مقابل أرتجي منهم ولا حتى ثمن ذقت السعادة حينها روحي سمت بعطائها قلبي اطمأن قلبي اطمأن عش في الحياة مسافرا دم للسعادة ناشرا لا شيء يبقى كما ترى إلا بما قد تذكرا كن خيرا عش في القلوب مبادرا كن ملهما ومؤثرا لا شيء يبقى كما ترى إلا بما قد تذكرا كن خيرا حين أعطي دون أن أدري لمن فلا مقابل أرتجي منهم ولا حتى ثمن ذقت السعادة حينها وحسبت بعطائها قلب اطمأن هيك خلصنا الحمد لله أنا كتير مبسوطة إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك عملنا شير وسبسكرايب